جهاد زين صاحب المحل بذات الوقت مانجر كمان يجوا هون لأنه عنده certain identity كأكل ميوزيك درينكس وسبيرتس إنه easy going place ديكور له تأثير يعني بيريح الشخص اللي عم بيجي عندكم السيرفيس بتلعب دور عندكم ستيل الميوزيك اللي بتنحط بالمحل عندكم الكاليتي تبع الدرينكس والأكل إنه هولي كلهم بالآخر أكيد جو العالم اللي حيكون موجود هون يعني إذا الجو كلهم هيك لذيذين كله having fun and like that رح يحبوا يجوا على هيك محل صار لي 4 سنين وشهرين بالبزنس وبيم بوس تقريبا صار له شي 3 years جربت كذا سوفت وير قبل بيم بوس ارتحت أكثر شي بيم بوس غير كباك أوفيس سو كلير وهين يوزر فريندلي وكريبورتس اللي بتطلعها كتير منيحة تاني شيء you can't track anyone من الباك اوفيس مين ما كان اشتغل عليه تاني شيء مرة كمان مثلا عملت مثل ستوك ماركت سيستم على البيم بوس يعني اللي بيصير بهالنايت كان في مثلا درينكس بتطلع وبتنزل it depends demand و supply فهيدي وقتها it took time مع بيم بوس شي 3 months لان كنت عم بعملوها مع اليو كي وهيك they work on it ومشيت كتير منيح كمان يعني لنفترض دقيت لهم بالليل صار في مشكلة تاني نهار بيدقوا بيرجعوا they follow up على المشكلة اللي بتصير item new delivery item اللي حطوه ببيم بوس تعملوا tracking للdelivery person بده يطلع من هون حتى the client can track his order وهيدا هيدي is very nice وكمان أنا to track كم طلبية طلعت من عندي delivery وهيك which is very good because على طول في updates بهيك systems فthey do it very quickly أول شيء بيجوا بيعملوا training كا back office وبيعملوا front office كا للwaiters وكل شيء it is more than يعني دي بدي أقول لك هين أنا عم بحكي أنا بعطيهم 10 صراحة يعني أنا كماي اكسبيرينس معهم ما ولا مرة أثروا معي بشيء إذا بدي أفتح غير محل أكيد دغري وصار عندي النولج عنه أكتر شيء يعني ليه بدي فوت بغير سوفتوير يمكن يكون كومبليكيتد أكتر أو ما بعرف شو لشو يعني